وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس من جديد. إذا يعني على هذا الأسبوع نتوقع المحضر الفيدرالي الأمريكي وأيضا نتائج مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، كيف ستؤثر على أداء الدولار بداية ومؤشر الدولار بالمجمل؟ صباح الخير. بالفعل هذا اليوم ننتظر صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الى جانب انتظارنا لنتائج بيانات مبيعات التجزئه الامريكيه، مما قد يكون له تاثير مباشر على الدولار الامريكي الذي يرتفع هذا اليوم، وسط استمرار طبعا توقعات رفع الفائده الفيدراليه الشهر المقبل. نعم، سركيس، بالحديث عن معدلات التضخم، يعني صدرت صباح هذا اليوم مستويات ومعدل التضخم في بريطانيا الذي حقق اعلى مستويات منذ 40 عاما، كيف تحرك الجنيه الاسترليني في ظل هذه القراءه، وهل نتوقع قرارات مرتقبه من بنك القدرة يتعلق باسعار الفائده؟ الآن الارتفاع الذي حصل في معدل التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا كان بالفعل كبير جدا، وارتفعت معدلات التضخم لأكثر من 10%، وهذا المستوى هو الأعلى منذ عام 1982، وكل ذلك يظهر استمرار الضغوط التضخمية. التضخم في بريطانيا الآن تم تأكيد نوعه بأنه تضخم جامح، وكذلك هو ما يدعى بتضخم بيلت إن، وهو التضخم الناجم عن ارتفاع الطلب إلى جانب ارتفاع في التكاليف. الآن بنك إنجلترا المركزي يجب أن يتعامل بالضرورة مع هذا الارتفاع الهائل في معدلات التضخم، وبالتالي من المحتمل جدا أن نشهد رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس أخرى في الاجتماع المقبل، ولذلك شهدنا ارتفاع الجنيه الاسترليني مباشرة صدور هذه البيانات، إلا أن الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي عاود انخفاضه متأثرا بقوة الدولار وانتظارنا لمحضر اجتماع الفيدرالي هذا اليوم. نعم سركيس، يعني في ظل هذه المخاوف من الارتفاعات الحاصلة بمعدلات التضخم كانت في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في مجمل دول العالم الاقتصادية، إذا يعني هل استفادت العملات من الملاذات الآمنة؟ نتحدث عن الين الياباني، الفرنك السويسري، كما استفاد الدولار من تراجع شهية المخاطرة في ظل هذه المعطيات الاقتصادية؟ الآن ما نراه في الأسواق المالية هو حالة من الانخفاض في التشاؤم، لا أقول بأن الأسواق المالية متفائلة جدا، لكن في نفس الوقت هنالك انخفاض في التشاؤم، حيث أن المستثمرون يرون بأن رفع البنوك المركزية للفائدة قد يسبر عاجلا أم آجلا عن انخفاض في معدلات التضخم، بالتالي التركيز حاليا هو على الدولار الأمريكي. رغم أن الين الياباني، الفرنك السويسري هما من عملات الملاذ الآمن، لكن نشهد هذا اليوم انخفاض ملموس في الين الياباني وارتفاع في الدولار الأمريكي، ليتم تداول الين عند 134 ين للدولار الأمريكي الواحد، وهذا دلالة على أن التوقعات تشير لاحتمالية أن يستمر الفيدرال الأمريكي برفع الفائدة، مقابل على سبيل المثال بنك اليابان قد يؤجل رفعها، وحتى لو بدأ برفع الفائدة العام المقبل قد يكون رفع طفيف. بالتالي كملاذات آمنة الدولار الأمريكي هو الذي يستحوذ على أغلب السيولة التي تتوجه إلى الملاذات الآمنة، وبالنظر إلى أسواق الأسهم الأمريكية نلاحظ ارتفاعات كبيرة، وهذا يدل أيضا بأن المستثمرين حاليا يفضلون الدولار لهذه الأسباب. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.